بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الوصول إلى الكأس، يشترط حتى تصل إلى هذا الكأس أن تجتاز ثلاثة أسئلة إجابات صحيحة. تمام؟ جاهزون؟ نبدأ بعلي. أمسك الجد بيد من؟ علي. لماذا؟ لماذا يا أحمد؟ لأن ياكل مثل الكحكة ويده الوسخ. متى اجتمعت الأسرة لتأكل الكعكة وتشرب الشاي؟ في المساء. تفضل. من الذي سأل هل من الضروري أن أكل باليد اليمنى؟ جد. طيب روح سالم، تعال يا عبد المحسن. خلاص اخطأت، اللي بيخطأ يروح يجي واحد مكانه. تعال. من الذي سأل هل من الضرورية أن أكل باليد اليمنى؟ من الذي وجه هذا السؤال للجد؟ سأل هل من الضرورية أن أكل باليد اليمنى يا جدي؟ من سأل؟ علي. علي اجلس. تعال يا عمار. تعال يا عمار. عارف؟ عارف؟ أجب. أسماء. أسماء تفضل. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وقال، ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ قال ان يد شعر المسلم. لا، الحديث يا غلام سمي الله واكل بيمينك وكل ما يلي. تقدم. حلو. ما استخدامات اليد اليمنى؟ الاكل والشرب واعطاء الاشياء والمصافحه. تفضل. خلاص. قرر علي في نهاية الدرس أن يأكل باليد اليمنى. تفضل. أمسك الجد بيد علي لأنه يأكل باليد اليسرى. ناصر، لو وصلت إلى هذا السؤال قبل عمار ستأخذ الكأس، إذا أخطأت ووصل عمار سيأخذ الكأس. تمام. لماذا نأكل باليد اليمنى؟ اليد اليمنى شعار المسلم وسلم، والرسول قال أن نأكل باليد اليمنى. أنت الآن وصلت إلى الكأس، أول واحد وصل إلى الكأس هو ناصر. بارك الله فيك يا ناصر، أشكركم يا أبطال، وحظ أوفر في الاستراتيجيات القادمة. تفضلوا.